دراسة تكون حاسمة في تحديد الوجهة. محاولة والهدف، هدف لفريق الدفاع الحسني الجديد بوسط لاعب موسوفا. الستاتي دائما هو المبرر. شاهدوا ديال فريق الدفاع الحسني الجديد، شاهدوا الضربة الرأسية ديال موسوفا وكيف أن الكرة مشات، ما تمكنش مع الحارس أنس الزنوتي أنه أي شيء، ربما كرة كانت جميلة ومركزة رغم أنه قصر القامة ديالو ديال لاعب موسوفا إلى أنه الضربة الرأسية كانت مركزة وبواحد الشكل جميل.